والله في منتخبات كتيرة مرشحة للفوز بالبطولة، يعني على سبيل المثال المغرب الفترة الأخيرة دي عاملة أداء كويس وشفناها في كأس العالم، والجزائر برضو منتخب قوي جدا. طبعا احنا منتخب مصر منتخب يعني المفروض اسمنا بيتحط في المرشحين للبطولة، لأن احنا برضو عندنا ألقاب كتيرة منها. طبعا في المنتخب صاحب الأرض كوتيفوار، في فرق كتيرة بصراحة مرشحة، يعني أنا أرشح للأربعة اللي يوصلوا للنهائيات: منتخب مصر، منتخب المغرب، منتخب السنغال برضو فريق قوي جدا، ومنتخب كوتيفوار. والله هو طبعا قبل كده كان يعني الواحد بدون تردد بيقول المنتخب المصري، منتخب مصر. هو منتخب مصر مش وحش طبعا، انما هو فيه عناصر كويسة وفيه محترفين كتير، كذا واحد يعني الحقيقة من المحترفين الكبار يعني، لكن في الاخر برضه في منافسين يعني زي المغرب اللي هو كانت رابع العالم، رابع كاس العالم في الاخير، وفي عندنا برضه السنغال. لكن احنا برضه طمعانين ان شاء الله يكون منتخب مصر باذن الله يكون في صداره باذن الله البطوله باذن الله. احنا بنتمنى نكون مصر الاول طبعا، وبعد كده هتلاقي السنغال وكوت ديفوار والجزائر والمغرب، دي الفرق المصنفه ان هي اللي تقدر تاخد البطوله دي. عندك انت المغرب رابع عالم برضو مرشحه بقوه، عندك السنغال حامله البطوله برضو مرشحه بقوه، عندك برضو الكاميرون، عندك الجزائر برضو، وعندك نيجيريا. بالنسبه لمنتخب كاس منتخب كاس الامم الافريقيه ان شاء الله باذن الله توفيق يكون حليف منتخب مصر، في وجود محمد صلاح وجود بعض اللاعبين الدوليين اللي جم زي مستوى محمد الفتره الاخيره ونني وجود زيزو وجود لعيبه كبار موجودين في المنتخب، يقدروا ان شاء الله باذن الله يستحوذوا السنه دي على الكاس الامم ويكونوا ان شاء الله شكلنا لائق في ونمثل البلد.